بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الليزر ومبادئ الليزر، سنتحدث الآن أو سنحل مسألة حول الهيترو جانكشن ليزر أو معرب الليزر المولف. الليزر المولف هو من اسمه عبارة عن توليفة من المواد مجتمعة إلى بعضها تضع بشكل متراس، يشترط أن تكون طبعا بلورية حتى تعطي لنا أو نمطا معينا من الشعاع الليزر. سأقول السؤال: ليزر مولف هيترو جانكشن ليزر طول موجته الخارجة 600 نانومتر، معامل انكسار المرنان 3.3، وطوله طول المرنان طبعا 300 مايكرومتر. احسب طول موجة الضوء المنبعث عندما كانت داخل المرنان. احسب موجة الضوء المنبعث عندما كانت داخل المرنان. هذا هو شكله، هذا هو هيترو جانكشن، احد الامثلة عليه. لاحظ توليف مواد مختلفة، هذا هو الليزر لايت ميرد بهذا الشكل. هذا احد الامثلة، طبعا هذا ليس هو النمط النهائي له، هو احد انواع ليزرات اشباه الموصلات المنتشرة بشكل كبير جدا في هذه الأيام، والتي لها استخدامات واسعة. إذا هو قال لي بأن معامل الانكسار في الدخلته لأنه مولف عبارة عن 3.3، الموجة الخارجة هنا 600 نانومتر، وطوله طول هذا المرنان عبارة عن 300 مايكرومتر. إذا مباشرة هو أراد طول الموجة لاندا أوفر إن، طول الموجة هو طول الموجة في الفراغ على معامل الانكسار. إذا 600 نانومتر على 3.3 يعطيني 181.82 نانو متر. إذن هي داخل المرنان 181.82 نانو متر، عندما خرجت عن المرنان أصبحت 600 نانو متر. إذن هذا هو الطول الموجي الداخل. يقول لي أيضا سؤال آخر: جد عدد الأنماط N للشعاع المنبعث number of modes. من أراد منكم الرجوع إلى الفكرة هنا فليعود إلى مقرري الليزر والإلكترونيات الضوئية على القناة عندي، إن شاء الله سجد ما يفيده في هذه الحالة. المعادلة تقول لي هي الـ N number of modes عبارة عن لاندا على N تساوي 2 على D. طبعا لماذا 2 على D؟ أنا أحب أن أذكركم أحبتي تودين أن عندنا نحن المرنان يكون مثلا بهذا الشكل، من اسمه هو مرنان، يوجد عندي ذهاب ويوجد عندي إياب، إذن يقطع المسافة على مرتين، طبعا يقطع المسافة على مرتين، إذن هو عبارة عن 2D. number of modes هو عبارة عن اللاندا الطول الموجي داخله على معامل انكساره في الداخل، هو N الطول الموجي الداخل له بهذه الحالة، وبناء عليه طبعا الآن N تساوي 6.6 مايكرو على 3.3 على 2 ضرب 300 مايكرومتر. نستطيع أن تلغي مايكرومتر من كلا الطرفين. 6.10 على 3.3، 2 ضرب 300 هنا عندك يصبح 600، تضرب هذا المقدار 6.10 6.10 على 3.3. أنا أجرى عملية هنا عندي 0.18%، حوالي 0.18%. إذا تقسم 600 تقسيم 0 600 تقسيم 0.18%، يعني تقريبا يعطيك 3000 أو number of modes عندك في هذه الحالة، 3300 نمط. إذا عندك 3300 نمط عندك، يعني بهذه الصورة 3300 نمط. نحن وجدنا الآن عدد الأنماط الخاصة بالشعاع المنبعث. ما الفرق في الطول الموجي بين نمط الشعاع المنبعث ونمط الشعاع الطاقة الأعلى الذي يليه؟ هذا أيضا سؤال جميل جدا. ما اللي هو الفرق؟ لأنه ليزر مولف يعطيني عدة أنماط من الشعاع الليزري. إذا طبعا الذي يليه إذا مباشرة 3300 عدد الأنماط، إذا يكون عندي الذي يليه مباشرة 3000
و301 استخدم نفس المعادلة، ولكنه يريد الطول الموجي. استخدم نفس المعادلة 3301 لاند على 3.32 ضرب 300 ولا يتغير. إذا 3301 تقسيم 3.3 2.3 مايكرو. طبعا أجرى عمليات حسبية أتركها لك عزيزي الطالب، تعطيك بأن اللاندا تساوي 599.818 في هذه الصورة. طبعا هنا طبعا بوحدة نانومتر، أعتذر لما أضعها وحدة نانومتر. إذا الفرق في الطول الموجي هو 6 بالعشرة مايكرو، التي كانت هنا هي نفسها 600 نانومتر ناقص 599.818 نانومتر، يعطيني بأن الطول الموجي الذي سوف يصدر عندي هو مقداره 182% نانومتر أو 182 بيكومتر. هذا هو طول عرج الشعاع الذي سوف يصدر عن هذا عن هذه الطبقة شبه الموصلة المؤلفة في هذه الحالة. إذا أحبتي كان هذا السؤال المباشر عن الليزر المؤلف، أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا عليه بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.